العالم كله تخربقات فيه الموازين ومعرف ما يقدم ولا يوخر. مع بداية ظهور وانتشار الوباء، المغرب والحمد لله استفد بزاف مما عاينته بلدان أخرى سبقاته في التطور بميادين عدة، بل سبقاته حتى في استقبال فيروس الكوفيد 19. وحنا كأطباء أسنان بالقطاع الخاص حذونا نفس الحذو وعلقنا العمل المباشر بالعيادات في أول مراحل ظهور الوباء بالبلاد. نعم، علقنا العمل المباشر كخطوة مواطنة باش نضمنوا الالتزام بالحجر الصحي للمرضى ديالنا، مع ترك صلة وصل مستمرة معهم لإرشادهم، لتتبع حالاتهم فيما يتعلق بصحة الفم والأسنان عبر هواتفنا الشخصية ومجانا. نعم، القليل منا من باشر العمل بالنسبة للحالات المستعجلة من توفرت له الوسائل لذلك، والأغلبية الساحقة ما كانش ممكن بالنسبة لها تباشر العمل دون وسائل الوقاية، واللي اختفت من السوق بقدرة قادر، وحتى الموجود منها طاله الاحتكار، بل وحتى مخزون عياداتنا من هذه الوسائل فضلنا نقدموه كدعم للمستشفيات، للوحدات الصحية، لرجال الأمن، لرجال السلطة، لرجال النظافة، لكل من هم بالصفوف الأمامية باش ما يواجهوش الوباء بصدور عارية. وفي نفس الوقت حولنا بيوتنا لورشات صغيرة لصنع الواقيات الشفافة لهم، وتكلفنا بالتنقل لتوزيعها في أوج انتشار الوباء كخطوة تضامنية لدعمهم عينيا ونفسيا أيضا. قرار الإغلاق ما كانش خطوة سهلة علينا بحكم كون عياداتنا هي مصدر الرزق الوحيد ديالنا ومصدر قوت يومنا، ومع ذلك وضعنا مصلحة المواطن وصحة المواطن بل وحياة المواطن فوق كل الاعتبارات. والآن كنحاولوا العودة تدريجيا، بدينا بمباشرة المستعجلات عبر جداول للعمل بنظام المداومة لقعد. غادي نتسائلوا حتما ماذا تغير حتى نعود. المرضى اللي خدوا الدواء كعلاج مؤقت أصبح ملزوم علينا التدخل لعلاجهم الآن باش نخلصوهم من آلام أسنان ما بقاش دواء قادر على أنه يقضي عليها. وللإشارة، أكثر من 90% من الحالات الواردة على عيادة طب الأسنان عادة هي حالات استعجالية. أيضا وسائل الوقاية ولات متواجدة بالسوق، هاد الوسائل اللي قسط كبير منها كيشكل جزء لا يتجزأ من ضروريات العمل الاعتيادية بعياداتنا، هي مكلفة ماديا، وطبيب الأسنان القرصو بسببها بين مطرقة وسندان، من جهة كلفتها المرتفعة التي تثقل كاهل طبيب الأسنان، ومن جهة ثانية الرغبة ديال هذا الأخير فعدم إثقال كاهل المواطن بكلفة علاجية إضافية وخصوصا في الظروف الراهنة. وتفاديا لأي زيادات حالية واللي هي أصلا زيادات مشروعة، تدخلت إحدى المجالس الجهوية لأطباء الأسنان بالقطاع الحر لتسهيل إمدادنا بوسائل الوقاية بكلفة أقل، وتدخلت أخرى بتوفير جزء من هذه الوسائل من مالية المجلس. لكن السؤال اللي كيطرح نفسه وبقوة، إلى متى يمكن أن يصمت طبيب الأسنان؟ وما هي حدود إمكانياته؟ وهل له أن يطمع في تدخل للدولة لخلق شيء من التوازن بين ما يكلفه العلاج من وسائل وما يتطلبه نفس العلاج من أتعاب؟ بل هل له في أن يطمع في دعم من الحكومة بحكم أن العيادات توقف العمل بها كليا بسبب الجائحة، واللي الأثر ديالها على القطاع لن يقتصر على ما هو آني، بل حتما 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 غادي تكون عنده تداعيات خطيرة قد تصل بنسبة كبيرة من العيادات إلى حالة الإفلاس. طب الأسنان بالقطاع الخاص ماشي قطاع ثانوي بل رئيسي، يكفي أننا نعرف أنه كيغطي أكثر من 90% من حاجيات المواطن للعلاج فيما يتعلق بصحة الفم والأسنان. المطلوب التفاتة جدية ليه لتفادي الكارثة
حفظنا الله وإياكم منها.